موقف مع محمد صلاح او ممكن يالف موقف لو عايز. لا والله لا مش يالف، بس انا عايز اقول لك على حاجه كده. قول لي. اجمل خلق الله مين؟ محمد صلاح. بجد والله اقسم بالله العلي العظيم اشهد بكده والله. اجمل خلق الله اشهد بكده. اه والله العظيم ثلاثه. طب وسيبك بقى من الملعب. صلاح بره الملعب يعني انا حبي لصلاح بره الملعب. بني ادم طيب وجميل وكل يعني حلو. كل حاجه في الدنيا ممكن تقولها حلوه هتلاقيها في صلاح. تفتكر هنسمع كلام ايمن ولا ما نسمعوش؟ لا لو هو لو هو ليه حاجه برضه هو هو, هو 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 ليه هو ليه موقف مع صلاح ليه كذا موقف مع صلاح كويسين. احاول هقول لك. لا هتحاول تفتكر ليه وانتوا في الجابون. ايوه لا ده انا قعدت حوالي ساعه كامله بسبب ان صلاح بيبقى ليه طياره خاصه. وانا مستني كان عمرو السولية بيعمل تحليل المنشطات، فانا مستني السولية يجي بعد كده عربيه تاخدنا وتودينا للمنتخب. كان بعد ماتش الجابون، كان الماتش اللي بعده كابتن حسام البدري كان ماشي يعني. فصلاح كان قاعد، فانا قاعد، انا كان اول مره ببقى مع المنتخب يعني. ماسك الموبايل بكلم صحابي، انا هموت اقعد معاه، بس انا من نوع المركز يعني انا مش هفرض نفسي على حد واجيب كرسي اروح اقعد معاه. كان معانا علي محمد علي اداري المنتخب يعني. ماشي. فقال لي يا جدع انت عمال رايح جاي، ما تيجي تقعد معانا. ده مين؟ صلاح. فطبعا انا عايز احلف انا يا ابني. طيب تمام. فقعدت خدت كرسي قعدت. فبعد شويه فبتكلم معاه بقول له انتوا مجموعتكم في الشامبيونز صعبه جدا وبتاع. قال لي واحنا معانا مين؟ قلت له باين اتلتيكو وكان باين في بورتو، مش فاكر كان فرقه ثالثه مين. فبعت طلعت جروب الواتساب بتاع صحابي فقلت له يا جماعه هو صلاح بيسالكم مين مجموعه ليفربول؟ عايز اقول لك هم بحوالي تسعه. التسعه ردوا في لحظتها لان كان باين في الباك جراوند ان صلاح بيتكلم. وعشان انت قلت صلاح مين؟ هم كلهم طبعا بيسالوا صلاح مين اللي بيسالك؟ صلاح كابتن صلاح الناهي مثلا بيتكلم على مين؟ جميل كابتن صلاح. المهم طبعا عايز اقول لك ان هو الحوار معاه مش ممتع. انا طبعا يعني كان احلى ساعه الا ربع في السفريه كلها. قعدت اتكلم معاه على الفانتازي ان هو بيكابتن نفسه كل جوله. بيكابتن مين؟ هو بيحط بيكابتن كل جوله اصلا. لا يمكن وقتها كان رونالدو كان لسه جاي اليونايتد. فقال لي انا لا يمكن لا احط فاردي ولا هاري كين ولا رونالدو ولا اي حد من هذه فرقتي. قال لي ان لوكاكو كان بيتكلم معايا خلاص بما ان خلاص هجدد عقده مع ليفربول واحتمال يبقى اخر سيزون ليه يعني. ان لوكاكو كلمه قال له دونت يو وانت تو جو باك هوم، مش عايز ترجع بيتك اللي هو تشيلسي. كان وقتها لوكاكو مع توخيل مع تشيلسي يعني. قعد بقى يحكي على صلاح محسن ان كان فعلا ليفربول سالوا صلاح على صلاح محسن فعلا. والله دي معلومه. ودورتموند فعلا قال لي صلاح محسن ليفربول جه وقت من الاوقات سالوه صلاح محسن ايه دنيته وبتاعه وراقبوه فتره. حاجه رابعه ان هو اول ما راح من روما لليفربول كان عنده مشكله مع سباليتي ان هو الفينيشنج بتاعه ما كانش احسن طبعا. حاجه صلاح شويه يعني. طبعا. فبيقول لي جبت يعني عملت نص ملعب كامل في بيتي كلفني دم قلبي. انا وقتها بقول ما شاء الله دم قلبك يا صلاح يعني انت على هيقول لي ده اشتغلت يزيدك يعني ربنا يزيدك ما شاء الله بضحك طبعا. فعمل نص ملعب كامل ورابع عباس جاب له مهاجم انهاء هجمات مهاجم فينيشنج يعني وطور مدرب انهاء هجمات واشتغل معاه وطوره جدا. انا بقى ايه عايز ابين له بقى ان انا باخد ودي معاه في الكلام. فبقول له انت ايام روما لا قول لي ابو صلاح لا بس هو والله بجد هو بعد شويه تحس بتتكلم مع اخوك يعني ما عندوش اي تكلف او اي بقى ان انا فبقول له انت ايام روما بحكي له على ماتش روما وريال مدريد لما كان مقطع مارسيلو وسيرجيو راموس وكان مبهدل الدنيا. فقلت له انت كدريبلينج كنت اعلى ايام روما في ليفربول اول سيزون اللي كان رهيب. بعد كده ابتدى الدنيا تقل شويه في الحته دي. قال لي طب معلش ايه اهم اللي انا في نهايه السيزون يتقال صلاح عامل كام اسيست وجايب كام جون ولا اللي انا يتقال انا عمل الشكل يبقى في الملعب حلو وبعمل دريبلينج حلو؟ قلت له طبعا ارقامك مساهماتك التهديفيه ده الاهم. قال لي طيب ده اللي الناس فعلا بتتكلم. انا مبسوط قوي عارف ليه؟ عشان ابو صلاح نده لك وقال لك انت رايح جاي ليه تعالى اقعد معانا. انا متاكد انه لو شاف الفيديو دوت اكيد مش هيقول لك تعالى اقعد معانا تاني بعد اللي انا قلته ده. قلت كل حاجه والراجل قال لك لا خلي بالك مبسوط خلي بالك في حاجات لا في حاجات ينفع تتقال. قول اللي ما كانش ينفع. لا ده انا اللي عندي دوت في حاجات ينفع يعني معلش انا عايز اقول لك بس احكي لك على في كلمه التجمع اللي بعدها للمنتخب. فانا بقى عايز ايه ابين ان صلاح ده صباح الخير يا جماعه. صلاح جه ولا لسه؟ كان في برج العرب حواليا بقى كل الصحفيين وبتاعه وهو كان معدي. فقلت هناديه واشوف بقى يفتكرني ولا ايه الدنيا يعني. فقول صلاح قال ايه ده ازيك عامل ايه انا بقيت واقف بقى ايه
في قمه بقى التناكه والعمر ام طلع عمر لا والله ايمن بمصطفى يعرف صديق محمد صلاح طبعا الصديق